One, two, three. Smile, it's a new day. Darling. السلام خوتي خوتي كما كتشوفوا الحمد لله يوم جديد ان شاء الله غادي نعيشوا مع بعضياتنا. دابا راني في المدينه الجديده وان شاء الله هاد النهار غادي نمشيو للبيسين. اهلا دابا جايين واحد البيسين، هذا غيخلينا ندخل ان شاء الله ليه. ان شاء الله نشوف الجو كي داير تما. هذا احسن هذا الشيء. واو ها هذا راه نقصول هي لا راه هي انتما كما كتشوفوا كما كتشوفوا دابا خوكم احنا جالسين دابا في البيسين. يا سلام يا سلام، عاوتاني الحياة الجميلة والحياة السعيدة. عرفتي يلاه كنت باغي ندير لكم واحد التحدي ديال الغطس تحت الماء، ولكن للأسف تلقيت الكوبرو مشات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد النهار شوية فيه شوية السلبية ولكن ماشي مشكل، إن شاء الله نحاول نردو إيجابي. عرفتي اخيب حاجه هي ترى الكظمه، هو انا ملي كتشي لك شي حاجه كتحس بالضيم كتحس ب، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله نحاولوا نغيروه، وان شاء الله حتى حاجه ما حتى حاجه ما تضيع ان شاء الله. كلشي مزيان كلشي مزيان، نصبر في راسي. انا المهم انا اللي عقلت عليه هو انا نسيت في ذاك السناك، ان شاء الله غادي نرجعوا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انها فعلا تبقى. الا مشات ما عندنا ما ندير. ايه بالله بالله بارك كيفاش هو هذا الشوف؟ لا سير خليك صورني 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 على البعد. لا سير لا سير عاد شو هي؟ شو هذيك التليفون؟ فوق ما كتشوفو داخل شعوبنا مع الدراري. سير احنا سيدي زعمنا فيو غنهبطو. كلشي مزيان وكلشي زوين، كنت كتوقع ليا شحال هادي على الاقل كنت كنقول فو انا عنديش زهر مالي انا ديما بحال هكا، ديما كيوقع ليا بحال هكا ديما ديما. دارهم العالي هذا شر اصاحبي. سير باقي لك واحد شوي عند فين وصلت؟ الحمد لله احنا استمتعنا الحمد لله. شو شكلك؟ اوه ها انت تزيد لقيتونا غنمشيو تبع الطورات.
شوف راسك فين غادي. شوف الألاعيب شوف. شوف الزوينة باش كتصور بالكاميرا القدامية كتشوف كل شيء. كتشوف شنو غتصور شنو ما تصورش. سبي الله لك شي سبي الله. أنا عارف ربع قهوة. حيت دابا رجعت ليك مزال قلت ربما حطيت فيها السيو فيها وجيت عندهم وقال لي ما نسيتي والو امل واحد هو نمشيو للدار ونلقاوها على الله. جيت ولقيت الكوبرو مازال باقي عندي هو الساك اللي قلت لكم شنو هو الخطا اللي دار. عرفتي ملي جيت لكازا ولا جيت الجديده كاع اللي تلاقيت معاه كيقول لي ايوب عندك بورتابل ايوب عندك تهز كوبرو ايوب عندك دير ايوب عندك دير ايوب عندك راه غايشي فروك اي بغيت تاع عقلي تبرمج انني فعلا غادي ننسى شي حاجه ولا غنوضرها ولا غنستافد من الخطا. هو فعلا ما تبرمجش راسك على السلبيه حيت السلبيه ما غتجيب لك الا دائما خصنا نبرمج راسنا على الايجابيه فقط لان الايجابيه غتخليك تركز وتخليك تفكر وما غتخليش عندك ديك الوشوشه في الدماغ ديالك باش تبقى هادئ وفعلا تركز في داكشي اللي كاين. هادشي علاش دابا ملي كتبدا تحط بك السلبيه ولا ملي كتبدا تسمع هاد الهضره السلبيه عقلك بوحدو كيبدا كيركز فقط على السلبيه وكيبدا ينسى وكيبدا بحال ترى لي اليوم انا راه نسيتو وعاد بان لي ما عرفتش سرقوني وشحال من حاجه كتوقع بحال الاخطاء غير كينساها الانسان شي حاجه وكيسب بها راه تسرقات وكشي وهكا كيفاش كيفسد المجتمع كيبداو يسمعوا السرقه الشفره القتل الذبح حتى المجتمع كيبدا كيسمع قصص سميتو القصص الخايبه القصص يعني فقط غير القصص السلبيه دوك الشيء والمجتمع كل واحد كينقلها لواحد وواحد كينقلها لواحد تكسر الفتنه والتوهم كيبقى مركز في داك الشيء اللي كيدير وكتولي كيولي الانسان كيسها ولا كيدير وكيسب بها في داك الشيء بحال طرا لي اليوم انا فعلا صعب لي مشى الخطا راه غير مني انا. الحمد لله بدا كل شيء على خير. قبل ما نسالو الفيديو ديال هاد النهار كما كتشوفو عندي لكم واحد الخبر رائع جدا ميغان غتجي عندي جديده تخيلوا معايا هي اختها جات من الميريكان وغتجيبها. علاش غتجي جديده؟ ان شاء الله غنديروا واحد الرحله جميله ورائعه ودرتها فشاركت فيها على ودكم اخوتي باش فعلا نستمتعوا اكثر واكثر. غادي نخرج مع ميغان غنحاولوا نشوفوا من جديده ولتحت غنحاولوا نزوروا احسن مناطق ديال المغرب. هادشي علاش بغيتكم تكتبوا لي لتحت احسن مناطق كتعرفوها نتوما باش نحاول احسن مناطق غنزورها على ودكم ان شاء الله. عرفتي اختي درت واحد المسابقه في الجروب سميتها افضل بغيت نحفز فيها الشباب اللي باغي يعطيو باش نتفاعلوا مع بعضياتنا في الجروب والعائله فعلا تعرف على بعضياتها اكثر واكثر ونستافدوا من بعضياتنا اكثر واكثر. ودرت الفائز اللي غادي يدير شي بوست وغيتفاعلوا معاه اكثر غنحاول نبوست ليه داكشي فلاشين في يوتيوب باش نحاولوا ندعموه كاملين. دخلوا الجروب لتحت وحاولوا تفاعلوا اقصى تفاعل مع الناس اللي تستاهل اننا فعلا نشروها وفعلا ندعموها كامل. لاشين ديالنا كيتفرجوا فيها اكثر نسبه 80% كلهم شباب. هادشي علاش بغيت ندير هاد الافكار فعلا باش نكون وسيط ونكون سفير لجميع الناس الطيبه اللي باغا تنشر الخير والفرحه والبهجه في القلوب والامل في القلوب ديال المغاربه. هادشي علاش بغيت نعاون خوكم باللايك وبالاشتراكات. وهاد الشهر ان شاء الله قبل ما يسالي غنديروا تحدي اننا نوصلوا 70,000 مشترك وان شاء الله انا بدوري غنبقى نحط يوميا غنحاول نحط يوميا باش نحاولوا فعلا نكبروا لاشين ديالنا وفعلا يدخلوا اكثر عدد من الشباب باش نزرعوا فيهم الامل والبهجه والفرحه ان شاء الله. يلا بغيت نقول لكم تشاو تشاو وغدا سيكون احسن ان شاء الله. دمتم طيبين تشاو تشاو. شو الشعيبي تشوف تبوقيسه.